حياكم الله جميعا في الحلقة الرابعة من سلسلة روقان، ونلعب فيها توتال وور وور هامر 3 ملك الحرب أوراين. طيب نستكمل أحداث الحلقة اللي راحت، أخذنا أراضي الآن هنا، نبغى قلنا احنا وش نبغى نسوي، نبغى نروح ناخذ المدينة ذي ونعطيها هذا، نحاول نحسن علاقتنا معاه. فيه حق الدارك إلف القرصان وضعه، أولوه أولوه الرجال مستفحل، سنتش هنا برضو مستفحل، يا ساتر. الدارك هنا هم اللي مسيطرين، علاقته مع سنتش ذاك كيف؟ والله متحالفين. طيب صراحة يعني اقول لكم انا مرة ماني مهتم فيهم وبدولتهم كاملة، انا مهتم بالجذور اللي حواليني. نكاي المفروض ان اموره زينة هنا، وينه نكاي؟ هل نكاي موجود؟ نكاي ما هو موجود، شكله منجلد خلاص، بقى الفازل حقه. طيب هنا في جذرين وهنا في جذرين برضو، فممكن هنا نطول الصراحة، نطول لين نوصل اللي نبي. حاليا صفر جالس يجينا، حرفيا صفر. طيب ما علينا، نخلي هذه الشجرة ذي نخليها بعدين نجي نتفاهم معاها. طيب في شيء انتبهت له الآن، احنا دورة 83، الدورة 100 بيبدون الدوار يصعدون، فلازم أخلص سريع سريع وأحشد الجيوش. يعني مثلا الجيش هذا لازم أحسنه. دورثو كنا نبغاه يدخل هنا، هذه اطلع من هنا، تصرفي. والله اللي معك ذهبيين داري، والله داري والله داري، لكن دورثو وين قلنا بنرسله؟ بنرسله في اراضي دار الف. يب تعال هنا يا وحش. طيب الدورة الجاية تاخذ الشجرة الله يهينك. طيب البنت اللي موجودة هنا خمس دورات تقريبا الكول داون التريبورت، صح؟ خمس دورات، يب خمس دورات المفروض على اللي انا اتذكر انه خمس دورات بعد ما خلصنا الريتشوال. طيب نبغاك تصعدين، فخذي هذولا اثنين، خذي تنانين دراجونز، خذي دراجونز حلو، نصرف هذولا برضو، نصرف شوية الأسهم هذولا برضو، نعطيها دراجونز برضو، خليها تجند دراجونز عرفتوا، عشان حتى برضو توزعهم على الباقيين الجيوش الباقية. طيب أنتي كملي نقزي لين توصلين هنا. هنا كيف الأوضاع؟ حلو، جالسين نخرب العلاقة أو سعادة المدينة هذه، تقوم فورا إن شاء الله وناخذ شجرة. طيب راين يب داور 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 يا وحش داور. هنا في واحد اثنين ثلاثة، في ثلاثة هنا الكاونترز، راين راح يتصافق معهم. كملوا ثورتكم انتم، كذا خلصنا تقريبا. في جيش اللي على اليسار راسله يمشي، والله ما ادري وين الطريق المناسب انه يطلع معه عرفته. هنا المشكلة الوضع شوي خطير، وجيشه للأمانة ما هو بذاك الجيش، ما هو ذاك الجيش اللي صراحة أشوفه نخبة أنا إنه أرسله وعاد طز، بس هو يقويهم يعني. طيب نقدر ناخذ الجيش ذا؟ لا، نحتاج علاقات عالية مرة معها. طيب تعرفون اللي فكرتي، أنا ودي أبدأ من هنا وأزحف وأبدأ أوزع الأراضي على الهاي إلف لين أوصل جهة الشجرة، وأبدأ أعطيهم المدن ذي اللي فيها جذور. مراتي ترى سهل مرة سهل ان نمسحها. الحين دورث بيبدأ ياخذ الشجرة وبيبدأ حوالينها ينظف المناطق اللي فيها اشجار، بتبدأ تسحب جيوشها شمال عندي، ويبدون الهاي الف انهم يدخلون عليها. هذه الان احنا وصلنا مرحلة اللي يسمونها توتال وور حرفيا. طيب بس يعني انا ما يبقى اني انا ماني دولة بين قوسين، يعني ماني بدولة شجرة. هذا انا وين راسله؟ يوه نسيت، قسما بالله اني نسيت. ادخل المدينة، ادخل. هذا ما ارسلته بعد للمدينة ذيك، ياخذها. يلا عوافي. صب لي حليب يا رجل. نعم. يبغى ميلتري اكسس، طيب ابشر. ابشر بس يرحم امكم اقوى وفكوني من الزفت ذا.
صب لي حليب يا رجل، صب لي حليب. عيال منذ الطفولة إلى الآن ما زلت أشرب حليب السعودية بريال. يا أخي جميل. يا أخي سبحان الله فيه طعم غير حليب الصافي، غير حليب المراعي. هذه سلسلة روقان، يعني نسولف عن أي شيء. إن شاء الله قريبا قريبا فيس كام، سلسلة روقان خلاص رسميا مع سيف مع فيس كام. بس نشوف نجرب مشاهداتها كيف. انا حاليا ودي اشتغل على المشاهدات، ودي اشتغل على عدد المشتركين، ودي شوي التفت للقناه. ترى دائما انا بس كذا انزل مقاطع زي الهبل ما اهتم. اوه هنا الطريقه الصحيحه، المقطع المناسب والمدري ايش والصوره المناسبه. للاسف يعني ترى عندي ضعف في هذه الامور. طيب في جيش بيست من هنا، وراي لهم بالمرصاد. بس قبل ما ندفع البيستمن خلنا ننقز هنا، تكمل الجيش قبل ما يطلع. والله اي جيش بيجي قدامه راين بيمسح وجهه، راين وزوجته وجيش كله تنانين وتريمن. فوالله لو انت من، لو انت من تجي بيمسح وجهه. كم باقي على الريتشوال؟ 6 دورات يا حبيبي، ما بقى شيء. طيب والله يا كمية حش جيوش هنا يا عيال، شوفون واقفين ترى يتفرجون في بعض، ما حد دخل على الثاني. طيب انقز منا تعال، خلاص ما نبغى نقابل الجيش ذا، يخوف صراحة. ننزل هنا تورثو، الشجرة حلال بلال عليك. خذ الشجرة يا حبيبي، حلو حلو. خذنا الشجرة. طيب ابدأ اشتغل عليها، نبغى نبني فيها اول شيء كارسن. مبنى الكروث وينه؟ ما عندنا كروث. طيب ابني لي شيء كذا يعطينا جنود. اسهم؟ لا مو اسهم، الا اسهم 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 اسهم، ممتاز. طيب ونبني هنا مبنى ثاني. لا خلاص خلنا نوفر، جمع لنا شوي كروث. طيب انت قربي على الحدود، انت معك تنانين، امورك زينه. حلو جيشنا بدا يصير تنانين كثير، حلو 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 حلو. انت كملي لهبي، خلي الثوار يقومون في ذي المدينه، الله لا يهينك. تكنولوجي 4 كاركتر صار 5، الريدنج جالس يزيد صار 3 بس. بس يلا يسرع لا باس به. علاقتي معاك ما زالت تنفجر عادي، انهب خذ راحتك، خذ راحتك، انهب انهب ما في مشكله. انا الاول على العالم، الاول من العالم. دومينيت ثريت. انا توسعي قسما بالله اني مسكين. كم معي عندي مدينه انا؟ كم عندي مدينه؟ وين انا ما اقدر اشوف نفسي هنا؟ لا ريس، وين الالفس؟ الوود الفس اتوقع ما هم موجودين هنا، او انا ما اطلع هنا المفروض صح؟ كم مدينه عندي؟ خلنا في طريقه المفروض اقدر اشوف كم مدينه عندي. 8 جيوش، المدن 10 مدن بس، قليل يا اخي. لا 10 مقاطعات 17 مدينة. والله كل ذا معي انا، يمكن الاراضي هذه 1 2 3 4 اربعة هنا. اوه نسيت هذه اسلمها، تصدقون انا كنت بسلمها ذا. خلنا اسلمها له. يب يب اي صح، ما اقدر اسلمها له. يب 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 فهمت فهمت تذكرت. خلنا خلنا المدن ذي ما نبيها، خلنا نعطيها كارل فرانز. كم فريندز اوف ذا امباير. كاراك نورن، خذ كاراك نورن، يلا محالف كاراك فرانس. طيب غير كاراك نورن برضو وش نعطيه؟ نعطيه الثانية ذي اللي اسمها كريستال فالي أو كريستال فالي. حلو وش بعد فيه؟ خلاص ما نبغى إلا ناخذ الأشجار حقتنا، خاصة المناطق ذي يعني اللي أمورنا زينة فيها. وباقي اللي هي جريم هولد. جريم هولد سم، هذا جريم هولد. يلا كارل فرانز انت نبغاك تصير الاول من العالم. من هو الثاني؟ انا الاول، من هو الثاني؟ تور. حلو كلنا الاوردر تايد، احنا الاوائل، ما في احد من الكيوس طاغي، فالامور زينه. ممكن اللي يطغى علينا بعدين الكيوس دورف. لا جت الكربشن حقه، مو الكربشن، الديزاستر حقتهم. ما قد شفت الديزاستر تقريبا. التخزين ذي ترى بديتها اساسا ابغى اشوف الديزاستر. طيب انت يا حلو هبلك تنانين، صرف الاشجار ذول كلهم، هبلك تنانين تنانين. نبغى جيشك مره قوي،
تنانين تنانين تنانين، حتى الطيور صرفهم طول الثنتين. تنانين دراغونز دراغونز دراغونز، حلوين. طيب الجيش هذا ما ابغى المس الجيش ذا صدق، باخذ المدينة ذي وبعطيها هذا، واتمنى ان يمه لو خير نفسه موجود هنا. الله يستر، شكل جيشي هذا بيمسح والله اعلم، لان جيشي ابو كلب الصراحة. وين رايح هو ما ادري الصدق. طيب نتراجع، حتى لو تراجعت بمسك بالراحة. اذا نواني فهو نواني الصراحة، وجي جي نعطيكم اياها من الان. جيش ذا شكله بيودع، بس انا ناوي حاليا عند اراضي الدارك الجراند كثاي هناك اكون جدا دفاعي، جدا جدا دفاعي. يلا ميليتري الاينس يا حبيبي يلا، بس لا تصعد لي على مازدموندي، انا خايف اني صاعد على مازدموندي علاقتهم ماش، عرفتوا؟ انا هذا اللي خايف منه. مازدموندي عاد ما ادري، ممكن اصعد عليه، ممكن ايه ممكن لا. هذا اللي خايف منه. دقيقة جيشهم كله ابو كلب، بس حتى جيشي انا ما ممكن الاسهم ذول. بس لو خير معاه تنين قسما بالله يخبزنا بدون رحمة. والله ما ادري، خلينا ندخل المعركة نشوف، ندخل المعركة نلعبها على السريع نشوف كيف الامور. والله يمديني ممكن، استغفر الله ما بحلف، لكن ممكن. جيشهم كله سبيرمن، نشيل القاعدة. أتوقع لو أقدر اجتاحهم بسرعة قبل ما يجي الدعم ممكن تزبط الأمور، ممكن يمديني ونحاش فرك بعدين نمسك لوكير الحالة. جيش لوكير مد برضه كله سبيرمن. هنا غباء الـ AI في التجنيد. شكله مطفر مرة على كثر مدنه. هذا وانت قرصان ولك صلات وجولات. طيب كم بيجي الدعم بعد كم دقيقة؟ اوه لا والله بيجي بسرعة، ما راح يمديني مستحيل. وش سحر عندك؟ هيل بس. طيب انف انف. طيب انتم رقم 3، انتم رقم 4، انتم رقم 2، حلوين. انتم مرة مهمين، التحكم نحطكم كذا، تبدون تناورون. حلو، خل هذولا تعالوا كذا. الاسهم والله حتى الاسهم قليلة اللي معي. طيب نقول كذا، حلو. قدم من الكلب، شوفوا وين وقف عند الدعم. لا لا جاي كذا بننجلد سريع سريع، والله بننجلد بننجلد بسهولة إذا اجتمعوا كلهم. وجاء لوكير، لوكير الحالة بيشيل المعركة وأذكركم. شايفين لوكير لا جاء على طول جيوشنا بتتكسر. يلا اضربوه، خيالة ما أقدر أخليهم يدخلون لأن هذه قلتهم ما عليها درع صح؟ لا والله عليها درع قوي فصعب إننا نشيلها. ولا عندنا سحر دمج قهر، ولا كان حشرتهم بالزاوية وضربتهم ضرب. كملوا كملوا اضربوا، تراجعوا اذا حد قرب منكم. ايوه اعطونا ظهركم. طيب كذا كذا وصل الدعم، وصل لوكير. الله ياخذك لوكير. لو على الاقل على الاقل اطلع من ذي المعركه اني اذبح لوكير، عرفتوا؟ طيب انسحبوا المشاة، فانتم انسحبوا كذا. المشاة رصوا كذا بسرعة بسرعة بسرعة، رصوا رصوا، بدوا يهجمون. الأسهم رصوا هنا، لوكير يمين، ازحفوا يمين بس. بسرعة 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 بسرعة، رتبوا صفوفكم. أسهم هذا هو لوكير، شيلوا لوكير شيلوا لوكير شيلوا لوكير بسرعة 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 بسرعة. لوكير إن شاء الله، لفوا عليه. يا أسهم يا غبي أنتوا اتحركوا. شيلوا الأسهم قلت شت. تحرك فيه، فيهم غباء.
يا عيال ايش فيها الاسهم؟ فيها شوية غباء. ارموا ارموا لوكير هنا هنا، ركزوا على لوكير. لو اعطيتهم امر عليه يهنقون. ها وش هذا؟ كيف نرميه؟ نسوي سحر بعد نزعل القائد. تبا لك. طيب نهير القائد من الان لاني متاكد ان الوضع بيكون صعب. ادخل على التنين. انتم يا الرماة بسرعة ركزوا على الركاب. مستحيل نفوز في المعركة. ف خيار الاطراف هنا اسهم. ارموا لوكير، ما تعرفون ترمون. ارمي انتو اياه. والله العظيم عهد ضل الاسهم. تحرك هنا، تحرك تحرك شيل. عيال تهنيقتهم مستفزة، قسما بالله مستفزة. يعني غير اني بخسر المعركة يعني. وين لارج اكسبلوزف؟ هنا بالله. فجرهم. بوم. تجرب الكلب عادي. شيلوا شيلوا لوكير، شيلوا لوكير، تكفون. شيلوا ذلعاها. شيلوا ذلعاها. انتم هنا تفاهموا مع ذول الخيالة اللي في الميمن انكسروا. كلهم سبيرمن فما ينفع ضد الخيالة. طب انتم الخيالة ارجعوا تفاهموا مع السبيرمن ذول على الاقل شوي. الله الاسهم. شيخ انا ليش ارفع ضغطي؟ هذول خاصة اللي فوق الجبل مقتشين شوي. راح اتفاهم معاه انت بعد. تخاف من وش انت؟ تراك شجرة بعض. ايش انت مونستر؟ طيب صدق المعركة خاسرة وهذول مستفزيني فديفيت يا رجال و... وخلاص صلى الله على نبينا محمد. ليش اتعب نفسي؟ الحين الحين يجون التنانين. جيش التنانين بيبغى لها 4 دورات تتجهز. والله شكلي بخسر شجرة ونصلي على النبي. طيب نو بروبلم نو بروبلم نو نو بروبلم. اوكي نو بروبلم. نشبك جوالنا في الشاحن. يعني ها حطيت نفسي في موقف خايس شوي. يبغالي ارسل واحد من الدوم ستاكس اللي عندي جاهزه هناك. ما هي مشكله كبيره ترى، حتى لو خسرنا الشجره نقدر نسوي فاست ترابل هناك. عرفتوا؟ مي ذيك المشكله الكبيره الصراحه. لكن المشكلة إذا في حليف لنا خلاص شجرة، هنا مشكلة زي الدوار الحين مشكلتنا معه. نبرتب في باقي شو اسمه بعد الفامباير ماخذين شجرة. الفامباير والله إني بتعب معاه مرة مرة بتعب معه. I am Malekith, son of Anarion, the demon's bane. Hear my name and know me, the rightful king of the elves. أنا أشهد Malekith, witch king. هذا الكلام اللي قبل شيء مكتوب في الهودينج. طيب مسح لنا جيش. لوكير تراجع كويس، لا تجي تزحف علي. فكنا من شرك، فكنا من الشر حقتك، الشر حقتك فكنا منه. حلوين حلوين. اوكي ها نعم. هاي تبينا نجريشن؟ لا انقلع انت، جالس تحاربين الكل. نو 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 نو. طيب كيف الأوضاع؟ أبكيب سالب 15، ريكروتمنت، ليدرشيب بابليك أوردر. هذه سوت كونفدريشن اللي أنا حاربته. حلو حلو حلو. طيب نضبط علاقتنا معاها. ريدي فور ديوتي. طيب انفيجن هنا، انكاونتر هنا. حلو عند دورثو. حلو يا دورثو. روح اول شيء للانكاونتر. حلو بعدها على المدينة. طيب بيخرب علاقتي مع الدارك الف. انا كذا كذا الدارك الف يعني غير مهتم فيهم ابدا. جيشك يا دورثو جبل ما يهزه ريح ابدا. سوي ريبلانش بس. حلو حلو.
حلو حلو. طيب الجيش اللي عندنا من هنا انزل بحريا وتمشي منا. وين اقرب شاطئ؟ المشكلة ما يقدر يطلع منه. من وين الطلوع؟ والله ما في طلعة، ما في طلعة الا من هنا، لفة من فوق، فمالنا الا هنا. عشان كذا حاشدين جيوش مقفلين ام الدنيا. طيب أريليا، ما ودك تهجمين على ذا الجيش؟ هاجمي على ذا المدينة، تكفين. يلا أطلب منك مساعدة استراتيجية. والله ما في صدق، ولا من الشاطئ من هنا أنزل ولا أقدر، لازم أحاصر المدينة. طيب ما عندنا مشكلة، ننزل نحاول نقرب، نشوف لنا طريقة ما ندخل إلى هنا. حط فاست فورورد يا حبيبي. طيب موفينج أوراين. طيب يا أوراين، جاء الحلو هنا إلى عندك، جاء حياه الله، حياه الله. أخبز بوجهه ريبلانش، ممتاز ممتاز ممتاز. 5 دورات باقي في جيش هناك، حياه الله. هو الجيش الوحيد اللي باقي صح؟ حياه الله، خليه يجي. مين لاست موف هنا؟ برضو هذه موجودة، خلها تكي محلك. طيب المدن نبني لاست موف. الهيرو ذا خلاص ما نبغاك، توكل على الله، نستغني عن خدماتك. الجيش الجالس ينهب هنا. المدينة ذي حلو، دخلت في السالب، ممتاز. نروح الدورة ثم خلصنا الحليب، نفتح الاي اس تي. الله يا اس تي اشتقت لك. اي مس يو، اي مس يو يا اس تي، اي مس يو. والله هي توتال وور وور هامر يا شباب، لعبة جميلة، بس المرحلة هذه دائما هي اللي تكون سيئة. اوكي 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 اوكي. طلع لي احد جيوشهم، مسحت وجه الارض، ممتاز. طلع لي جيشهم الثاني، بمسح في وجه الارض، ولكن اغلب جيشي بيموت، وللامانه يعتبر شيء منطقي، يعتبر شيء منطقي. لو لعبتها هل بفوز؟ عندهم كروسبو كثير، ممكن اخسر اقل. والله لو لعبته ممكن اخسر اقل، مع ان جيشي مدمج يعني، ترى هم جيش نشيط وانا مسوي فاست، فالقتال عندي ضعيف، لكن لو امسك الكروسبو بس، امسكهم الرماة، ان شاء الله اموري زينة ان شاء الله، ونتصرف مع التنين. طيب قائدنا اول مرة العب فيها اتوقع في معركة، فنبي نشوف كيف اموره، نبي نشوف كيف اداءه في المعركة. أسهم أكيد على التنين أول شيء، تنفض أبو التنين نفض، إن شاء الله ما يقتشون زي قبل شوي، إن شاء الله. هذا الجيش ذا أنا مصممه بعناية مصممه. طيب قائد ما هو بساحر، راضي. هاي الهاي هاي تصميم يا أخي. طيب نقول كل الجيش نمكسهم مع بعض احسن، لان الصراحه ما ظنيت اني برتب الامور، لان ما راح نقاتل جيش رسمي، او مو قصدي جيش رسمي يعني، ما راح نقاتل جيش مرتب، في الغالب كلهم اسهم، ف بنحاول ان نكون سريعين نتصرف معاهم، فهمتوا؟ والدانسرز يعتبرون سريعات مره، لان الكروسبو حقينهم مره قويين. طيب قدموا تنين فقس اليمين، حلو، انطلقوا، خلوكم وايد قدر المستطاع، حلو كذا ممتاز. شيل التوغل كارد، حط القفل، ثم الهجوم. الأسهم تيمنوا شوي،
القائد وش المهارات اللي عنده؟ ميسايل بلوك تشانس، حلو. الأسهم تجهزوا، اضربوه اضربوه اضربوه. طيب هل القائد عنده بليس تضعف شيء؟ استنى، وش المهارات اللي عنده؟ ما قد شفتها تصدقون. ستوكر ما راح ينشاف. طيب ارمو بيس راح قوي قتاليا. هذه وش هي؟ ابلايز اسبلويت افكت ان انا ريدريسنج الكرسي اند ميلي باور اكسبلوجن ورسز ميتابايت. طيب حلو 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 حلو. ايوه نزل عليه، ما في مشكله ما في مشكله ما في مشكله. نسحب فيه شوي كذا، نلف عليه انفجار، سوي الانفجار حقك، شيلو شيلو يا اسطى. حلو 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 حلو. تنينهم بينجلد. طيب وحوشي وحوشي، تقدم يا وحوشي، بسرعة 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 بسرعة. انطلقوا ويسار، في اسهم هنا. وين وين؟ اذا في جنود تعرفون اللي ما حد ماسكهم. انطلقوا. حلو، تنينهم انجلط. هذه المهارة تستخدم على وش؟ تستخدم على عدو. بوم، بينفجر في الجو اتوقع. اوه هذه هي الضربة. اوه ذبحناه، حلو. يلا يا اسهم، وايد كذا وقربوا كذا، وايد وقربوا. ممتاز، انطارد هنا، مرنا زين. لا لا لا، عدينا اداء افضل بكثير بكثير بكثير. بس قائدنا شوي تدمج الصراحة، مو شوي الا كثير. اه هذا اللي ما انتبهت له، حياله جاي من ورا. ارجع يا قائدنا، ارجع بسرعة. انتم ارجعوا، امسكوا ذول. حلو، الوحوش حقتنا وين هي؟ ثانيين هنا. طيب هنا في تجمع وغثيث، بنحاول نتفاهم معه. انتم سحبوا ورا التجمع الغثيث ذا بسرعة، مسوين يعني حركة الكماشة. ارجع انت هنا برضو، ارجع ارجع. قائدنا مرة مدمج، وضعه يخوف لكن ما في مشكلة. امسكوا امسكوا قادهم هنا، حتى انتم سبيرمن امسكوا قادهم. انتلاق انتم، حلو حلو. حيالة من اليسار جايين، طلقوا. خلاص جيشكم الاساسي انكسر، ايش تبون اكثر؟ خلاص انكسروا، ممتاز. حلو حلو، ولا حق الخسائر. اتوقع خسرنا فرقة واحدة بس، اتوقع هذه هي. نقول ان شاء الله ما خسرناها دامنا فزنا، المفروض الفرقه ذي تنجو المفروض. لا لا، مره ادائنا افضل بكثير. القائد يعني ها 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 ها، تالسيان تالسيان، اسمك غبي. كالت اوف بلجر. كالت وش تعتبر؟ جماعه؟ جماعه دينيه وشي زي كذا، جماعه المتعه. بلجر، هذولا كلهم اتباع شو اسمه سلانش. God of pleasure and desire. سلانش ابو ديد واحد. نكاري نكاري والله هو اللي صامت. لا والله ما خسرنا ولا فرقة، ممتاز ممتاز ممتاز. وفضينا الطريق قدامنا، جيشين طلعوا لنا ومسحنا بوجههم الارض، وناخذ المدينة الان. حلو، مرة ممتاز، سهل لنا الوضع. ونكمل على خطتنا اللي هي سلم واستلم سلم واستلم، نجي ونعطي للهاي الف. وطريقنا واحد، نحاول ان نأمن الجنوب ونمسح الكالت اوف بلجر اللي هم مراثي. يا ابوي انقلع، لا احاربك الان، تراك مسبب لنا ازعاج والله العظيم، مسبب لنا داخل الارثون ازعاج. طيب امبوشر ديسكفر، يبغالي اشوف وين. تصدق امبوشر ديسكفر وين هي؟ مراثي اراضيها، او وين هي القاعده؟ مراثي هي شخصيه، وين هي مراثي؟ وين هي البنت مراثي ديسكفر؟ او هنا. اوكي احنا ما نهتم، نبغى ناخذ اول الجذور. حلو، خسرت واحد من الاشجار اللي معي، تبا. طيب
نبي نعوض محله. والله انا مكس، هذول جالسين يدربون تنانين هناك صح؟ طيب الجيش هذا هل يقدر ياخذ المدينة او لا؟ هذا ما سوف نعرفه الان. يلا ابتدى، ما في مشكلة ما في مشكلة. سيدنج خذ المدينة ذي. طيب نقدر ندفها لحد المدينة هذه مثلا الكوين جرين فال اللي هي، لا ما لي معطيك اياها. طيب تيريان، هاي تيريان ما يمدينا نعطيك، لازم نمسك اراضي زياده. طيب ما عندنا مشكله، نتمسك في المدينه بنفسنا. نبغى لنا جنود الصراحه، خلنا ناخذ لنا جنود هاي الف، ناخذ لنا اثنين جريت سورد. حلو. راين كيف امورك يا راين؟ هذا جاي، حياه الله حياه الله، خله يجي، سبق له سبق له فوق. طيب هذه تنانينها، ها كم باقي لهم؟ باقي لهم دوره. حلو، وهذا اتوقع برضه سجندها تنانيننا. يب باقي له دورتين. ممتاز ممتاز. خلاص امورنا زينه ان شاء الله. ابني لي هنا حقه الجاريسون. نبغى ندف المدن هذه كلها، واقدر اعطيها الان سيريان هذه؟ لا ما اقدر اعطيه. بيني وبينه جبل، مع انه جنبي هنا يا اخي. يبغانا ننزل كذا، طق دورثي يمشي من هنا وهذه تمشي من هنا. وخلاص ثم ناخذ المدينة ذي ونبدأ نوزع الأراضي على حلفائنا هنا. وكلت في بلجر تمسح من تحت، ويصيرون يتحدون معي على الجبهة الشمالية. ونمسح مراثي، وبريتونيا مصعدين هنا كفو. كيف أراضي الشمال؟ نورس كما زالوا هناك، بدأوا يهجمون عليها الإمبراطورية. حلو حلو، مرة ممتاز. مرة ممتاز. كاترينا كيف علاقتي معاها؟ ميلتري اكسس. أعطيني، خلينا نرفع علاقتنا معها بشكل عالي جدا. طيب حلو حلو خلاص، حتى ما يحتاج هذول يكفوني الأخضر اللي هنا. كيف الثورة اللي هنا؟ باقي 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 لنا يمكن 7 دورات لين تقوم الثورة. وكم دورة لين تجز الثورة؟ بعدين ذاك الوقت ناخذها. طيب من هالدورة. حلو 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 حلو، تخزينة لطيفة الصراحة. تتفقون أو تختلفون؟ تخزينة شكلها لطيفة والله. هلا الفاريا الحب ميلتري الاينس. نو 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 I do not desire to be an alliance with you. يو بوتا. مراتي شخصيا هجمت، ولا اتوقع جيشي بيقدر عليها ابدا. هل احنا في اسوار؟ لا مو احنا في اسوار. والله ما ظنيت راح اقدر عليها، يعني لو نشيل مراثي اول شيء جيشي راح يبقى مصاب، ولا عندي سحر. تفكر عند هذول الهايدرا يا لذينة، عند الخير على اسم العربات هذه مزعجة. شفتوا كيف العربات سمدت؟ وعند هذول يكفون الشيت، ثلاثة هذول يكفون. ف ما ودي ادخل معركة واضيع وقت. ف رحمك الله يا صاحبي، الله ما قصرت، قتلت ببسالة. هنا هنا الدارك الف، الدارك الف خطر، خطر الوصول الى اراضي الدارك الف. ما في مشكلة ما في مشكلة، نطلع لنا الجيش الان مضبوط، نرسل واحد من الجيوش هناك ونبدا الان نطلع لنا جيش جديد نظبطه، لان نحتاج جيوش ضد الكايس دورف. كايس دورف بيكونون جدا مزعجين. وحليلة أعلن علي حرب، حياك الله. ليش ما أعلنت عليك حرب من أول أصلا؟ هنا السؤال، ليش من أول ما أعلنت عليك حرب؟ طيب حلوين. طيب درايكا توها تنتهي، ما أبغى الصراحة جيشها. ريجكت ريفيوجيز. طيب توها تندمر. سيتلمنت لوتد، سيتلمنت لوس. طيب طيب يا حلوين، اشربوا الحليب للصحة والقوة. اركيون ذا ايفر شوزن بدأ ينزل واخذ براك. اوه الخطر الخطر وما ادراك ما الخطر. طيب هذا قرب، نمسح بوجه الارض. يلا يا راين وانا شطرتك يا حليلك. تنحاش عاد كانوا بيفزعون لي ذول قهر والله، كانت
كل تعزيزات عظيمة. حلوين. ريبلانش. طيب كذا ممتاز، خلصنا تقريبا كل الهجمات اللي علينا، بقينا 3 دورات ونخلص الريتشوال. نرجع تقريبا الريتشوال اللي بعدها بتكون هنا. كم واصل النسب؟ خلاص الدورة الجاية يسمح لنا نسوي ريتشوال هنا. حلوين، وكذا نصير كملنا الأربعة اللي هنا، يبقى لنا 4 ثانيات. لا 1 2 3، ايوه 4، وهذه ممكن تصير الخامسة، وهنا السادسة، وهنا السابعة. يا ليل، هم يحاربون ذول، مرة بيكون صعب الرفع هنا، جدا جدا بيكون صعب. انا ماني حاط جارسن صح؟ ماني حاط جارسن، يبغالي اهد واحد من البيوت، نهد هذا ونبني لنا جارسن هنا ضروري ضروري. الدورة الجاية التنانين تجهز؟ لا جهزت التنانين، ابن امه يدخل علينا. هذا خلنا نضبط علاقتنا معه. حلو حلو، خليك حليف معنا يا حلو، زيد لنا النسبة، خل تصير بالموجب على الأقل. حلو، لأن نحتاج 100، ما نحتاج أشياء كثير كذا تقريبا. خلاص الأشجار تكون أمورنا زينة فيها. دورثو كيف وضع دورثو؟ نحتاج جذور المدينة ذي برضو. لا جيشك مدمج. نسيت، لا كويس بس قدر ياخذها. حلو حلو حلو. طيب صدق انا ماني مهتم بالاراضي كلها كثر ما انا مهتم ان الشجره بس توصل 100. الجرس جالسين نبني هنا، نبغى نبني حق الجروث هذا. حلوين حلوين. تيريان تكفى صعد. انت برضو وين هي؟ ورا، هي ورا، ما تاخذ هذه. خلنا نطلع لنا الجيش هنا. ديث تعال يا ديث، تعال تعال تعال، انت وجهك تعال. تذكرناك انك موجود معنا. طيب نعطيك تريمن 2 هنا، ونعطيك مشكلة دراجون 4 دورات، مرة تو ماتش، مرة تو ماتش. نبي نعطيك شيء كذا ما ياخذ وقت، وما تأسهم. خذ هذولا. حلو حلو. طيب كذا ممتاز. ونبغى نهجم على القلعة دي الصراحة، نبغى نخلي الكوين فاضية، عرفتوا؟ ما هي مشغولة، لأن إذا هذول موجودين بيقدرون يغثونها، فهمت الفكرة؟ طيب براين تخلص تقريبا، بيرجع أتوقع بعد ما أخلص الشجرة راح يجيني كويست باتل مهم عشان نخلص الكامبين. طيب الأراضي هذه ما احنا مستفيدين منها أبدا، ما أدري ليش أنا ما أخذها الصراحة، عشان بس أضبط الزفت ذا اللي ماخذ الشجره ذي. ذير سيتلمنت، ما نبغى يور سيتلمنت الصراحه يا بابا، نبي نعطيك حنا سيتلمنت. وي وونت تو جيف يو سيتلمنت. طيب المدن الثلاثه ذي ممكن اعطيها سلاير. سلاير احتاج اني اخليه قوي تصدقون، لان هو بيكون درعنا ضد ال، خلني اعطيها للسلاير، لان السلاير هو اللي بيكون درعنا ضد ال الكيس دورف. مول كاسل ده مفروض، هذه تجارة ميلتري الاينس حلو، وهذه ديفنسيف الاينس. حلوين حلوين. اوه حلو والله، هو جالد ذول ممتاز. طيب قلت وينك يا قلت؟ وير ار يو يا قلت؟ وير ار المفروض من التوب 10 يا قلت، مدلعك انا يا قلت. خلنا نعطيك عاصمة بلاد، ما ابغى فلوسك حتى، خليك زي ما انت تقول. حلو 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 حلو، تخلصنا من المدن اللي معنا اللي ما نحتاجها. خلي كذا خريطة مرتبة يا اخي، وين مرتبة؟ انتوا شايفين ضخامة الخريطة يا عيال؟ شايفين ضخامة اللعبة كيف؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر. وورهامر لعبة اضخم من المطلوب صدق، يعني اللعبة لعبة مرة عظيمة. طيب عندنا جيش جاهز هنا، نرسله. ايش رايكم نرسله عند دورثو؟ والله مو ما يبشين نرسله عند دورثو، يعاونه والله.
وين الجيش اللي هنا؟ هذا هو، نضغط عليه كذا ثم نروح هناك ونسوي فاست ترافل. يب ممتاز ممتاز. طيب نخلي دورثو ينزل تحت وهذا يشتغل فوق، ايش رايكم؟ ولا لا، دورثو يطلع فوق ياخذ المدينة ذي ثم يرجع ينزل تحت هنا، طق 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 طق، وهذا يكمل من هنا، يكمل على المدن هذه كذا قرر طق 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 طق. اوه هنا في ثورة، شو الدولة ذي؟ ما قصدي معكم دبلوماسية؟ اخي علمكم رهيب. طيب وانت تكي في المدينة، خلاص ما بقى شيء نسوي الريتشول. هنا كم باقي؟ 3 دورات اتوقع، 3 دورات. يب هنا دورة على الفاست ترافل، مرة الفاست ترافل صار سريع. The Sister of Twilight، بس خربوا المدينة ذي بسرعة. يلا مين لاست موف؟ خلاص بس اوت بوست اللفلة هنا، ممتاز. واللفل هنا، مين اللي لفل هذا؟ السيسترز، السيسترز انتم مهمين والله لفلكم. طيب دورف داويزر، نبدأ عند الداويزر. اخي والله شايفين الميكانيكس هذه والله حلوة، بس اللعبة سهلة. يبيلهم والله يبيلهم يزبطون في اللعبة الصراحة، خاصة من ناحية الصعوبة، من ناحية فكرة الجيم بلاي، ذكاء الاي اي. الصعوبة مو من سالفة انهم سهلوا اللعبة، لا، شايفين الحين كثر العدد هذا، هذا هم الحين حاطين انه صعب، انا اشوفه غثى، صدق صدق غثى. رتب الاي اي، اعرف مناطق الحرب شلون، لا تصير كذا عشوائية اللعبة مرة، خلي في مداخل مخارج في المابات، في استراتيجيات. مو بكذا بس معارك. تيتل وور ماشي، خربوا من بعد وورهامر، مرة خربوا. لأن شبيحة وورهامر الرواية كثير، أي شيء بتنزله تيتل وور وورهامر راح يشترونه. طبعا أنا أولهم يعني، أنا ماني معفي في يعني الأمانة عن الموضوع ذا، لكن طيب ريتشوال ريبيلز افيلبل. طيب افيلبل هنا عند الشجرة ذي، حلو، بس ما خلصنا الشجرة الأساسية. أوك فنبغى نرجع أوراين، احنا الدورة 88 خلاص قربنا من ال من الشيء شو اسمه اللي هو ديزاستر. حلو الشجرة ذي سهل مرة سهل اننا نسوي لها ريتشوال ان شاء الله قبل ما يجون الدورف، ولا احنا مظبطين امورها لان مدنها كثير، عرفتوا جذورها اقصد كثير. بس كم تحتاج هي؟ 100 برضه؟ هي تحتاج 100 بس. جذورها كثير، 1 2 3 4 5، 5 جذور، ف مرة سريع بتوصل. وانتم خذوا المدينة ذي، خلاص دورثو ينزل، على بال ما ينزل على الأقل ياخذ له ريبلانش، عرفتوا؟ ياخذ له ريبلانش على بال ما يوصل هنا، لأن جيشه شوي متلكم للأمانة. طيب الجيش هذا خليك زي ما انت، هذه المدن كلها نبني فيها جاريسون. حلو ملكة، احنا جالسين نحارب، ممتاز، مع اننا جالسين نلكم في امها الحين، بس كويس كويس افتك منه، نخلص على امه سريع سريع بعدين افتك منه. الصراحة هو كذا كذا ترى مصير انه بيحاربني، ترى كذا كذا بيحاربني، بس خلنا شوي نضبط الامور، نفتح طريق للهاي الف. انا ودي الهاي الف هو اللي يمسك، ولا الدارك الف اقصد شو اسمه هذه، بس انا ابغى جنس جيش هنا، جنس جيش ودي انه الجيش هذا زي ما تقولون يفكنا من البوابات هذه يا اخي، عشان تاخذ راحتها هذه وهي تمشي وتروح تبدا تقاتل زين. هنا الثورة باقي مطولة. اوت بوست لفل انترن، وحش اندو ترنو ليون كير، وش جاي تسوي هنا يا ليون كير؟ خلاص ما في اعداء، وسط الامبراطورية امن، شمال الامبراطورية هو الخطر ويمين الامبراطورية هو الخطر الاكبر. التشورف الدويزار الكايس الدورف، هلا مازدمندي، ارحب، وش بغيت؟
نون اجريشن؟ نوب 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 نوب، لانك صراحة اخاف منك، صراحة اخاف منه للامانة. مو اخاف منه، هو يخسي عقب. العلاقات يمكن تخرب، يمكن يحارب احد حلفائي، لان مازدموندي ابدا ما تتنبأ فيهم. الليزرد بشكل عام ما تتنبأ فيهم، يحاربون اي احد عادي، اطفال، الاولد وانز، children of the gods، the great plan، الخطة العظيمة اللي ما حد يدري وش هي. تسأل واحد ليزر وش الخطة العظيمة؟ وش تسوون انتم في حياتكم؟ حنا نخدم الخطة العظيمة ونتجهز لها. طيب وش الخطة العظيمة؟ والله ما ندري. هذا لهم شو اسمه الليزرد من باقي دوره. خلاص على الريتشوال وتجهز وتخلص. حلو، ونبدأ في الريتشوال هذه برضو اللي هنا. ممتاز ممتاز، أمورنا تصير ممتازة. طيب ننتقل إلى جهة دورثو. دورثو هناك في انتصارات وشغل وكلام دبة وحركات. ننطلق من هنا. أنت حرك أنت وتنانينك، وجهي على المدينة ذي. حلو حلو، يصير كذا. خلاص كل الجذور معنا كذا، ممتاز. ونحاول نكمل، نمسح 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 في وجيههم. اوه والله حلو، الكوين بدأت تجلد هنا. ممتاز ممتاز، هم حاشدين جيوشهم هنا. تعالوا تنزلون علينا، احنا خايفين. طيب خلاص خلينا نحمل، لازم تصير سريع بالدورة. خلاص الناس بدأوا يشوفونك بطيء، لازم تصير سريع. هنا النهبة مرة زينة. طيب خلينا نشوف اللي على اليمين ذا ايش صار عليه. المنطقة اللي هنا امورها لا بأس بها. نبغى جاريسون قلنا هنا. يب، هذا كيف علاقتي معاه؟ ديفنسيف الاينس. يلا ممتاز، حلوين حلوين. طيب واحد الجذور هذا خذاها اليوكير. يوكير خلاص، الحين انا معي التنانين، ما اخاف من اي احد. بس ما راح نروح لكذا، نبغى ننقز كذا على التكة الصغيرة ذي بس. تتا جيتكم. طيب المدينة ذي بتنأخذ، وما افكر اعطيها ذا، افكر اعطيها جراند كاثاي، استفيد منها اكثر والله. بس هل ينفع مع الحدود؟ اذا ما ينفع بعطيها اياه طز. طيب كذا امورنا زينة. اوت بوست افيلبل. اوت بوست حق مين هذولا؟ ما منه فايدة صدق، بس خلنا نبني. يلا ما راح نقدر نجند منه شيء، عرفته. الله يا لايستي، الله ما اجملك ايها لايستي، ما أجملك ما أجملك يا إيفريس. 87 دولة موجودة حاليا. أيوه ليش بخسر؟ أي أيوة والله بخسر، شوفوا الأسهم يا كثرهم يا ساتر. طيب تنانيني يا أخي، احترم تنانيني، احترم التنانين اللي معي يا أخي. بيلقطون التنانين بأسهم لين يقولون آمين، ومشكلة يختفون عرفتوا، فانطاردتهم صعبة وغثيثة. شكلي بنسحب انسحاب تكتيكي. الحين دخل جوا مدينة بعد. يا حبيبي يا حبيبي، القصمية يا رحبي. انا ليش مرة هي صح سلسلة روقان، بس ما ادري ليش خذيت راحتي، ليش تعنصت كذا حمد. طيب بيحاربون هذولا او هذولا بيحاربوننا. يلا حنا حلف الاوردر، ما نمزح، نتحد سوية. طيب خلصنا الشجرة الريتشوال حقتها، ممتاز. انكاونتر هنا. طيب حلوين. طيب كوست باتل وين ذا فالوينج ديفند ذا اوك، ضد مين؟ ضد جيش بيسمن. طيب حلوين. 5000 تريبورت اتوقع صار سريع سريع. حلو حلو، امبر ممتاز. هذا 3 هيرو. خلصنا الشورت كامبين، هي فزنا يا عيال في الشورت كامبين. طيب نبني المبنى الاساسي هذا. طيب حلوين، وين هي المعركة؟ هذه هنا، ما راح ندخل، المشكلة ما يمديك تسويها اوتو، نخليها اخر شيء في المقطع. طيب وين دورثو؟ ونخليها اخر شيء في الدورة افضل. طيب يلا يا دورثو كمل فتوحاتك ضد مراثي.
يلا الأراضي ذي كلها بنوزعها على هاي الف، وانت الثانية برضو كملي فتوحاتك. حلوين حلوين، we fight for the forest. طيب يبغالها تطلع فوق تكة بس تمسح المدينة ذي، ثم ترجع تنزل جنوب أفضل لها. طيب جتنا الزمردة، خلنا ناخذ هذا يزيد من الجلوبال ريكروتمنت، لأن أحس مرة معتمد على الجلوبال ريكروتمنت أنا. طيب أوراين تقريبا جاهز، بيمسحهم في الكوست باتل أيا كان الجيش راح يمسحه. هنا المدينة ذي جالسة تنهب بسلامتها. طيب سنيتش هنا، أساسنز أساسينو جيش كله سكيفن، يس يس. طيب الجيش اللي هنا، المشكلة القائدي ما هم لفل، جيش ذهبي بعد. انا اقول ولا نتهور يا عيال، انا اقول نتهور. انا بصعد، بياخذ دقيقة و25 ثانية نخلص على ذا ونحشر ذول عند الريسبون. عند الريسبون نحشرهم حشر، ما نخليهم لا يمين ولا يسار، نجلدهم ولا يطلق سهم ولا شيء. معي تنانين يا حبيبي، معي تنانين، تنين، تعرف التنين وش هو؟ دراجون ينفخ نار. نحن نستطيع، نحن نستطيع ان شاء الله. وش قادنا؟ وش سحره؟ والله ما انتبهت. وش سحرك؟ قاد الشجر هبل يا اخي، قويين بس هبل. طيب ذا بلستريد، جيش نخبة وذهبي، اتوقع الجيش هذا هو اللي جاب الدولة كلها لوكير. طيب راح ياخذون دقيقة قلنا صح؟ راح ياخذون دقيقة. طيب جيشي ما يحتاج له اي تكتيك معين، انتم من اشجار سوية كلكم ثلاثة، وانتم من الهبل اربعة، جيش المواطنين. طيب تمنين كذا، انتم الثلاثة تعالوا في الوجه كذا عشان تهجمون، القائد معكم، الاشجار يهجمون. طيب حلوين، نعطيهم دول ثلاثة كذا، الجيش طارد كله، انطلقوا كذا مع القائد، تنانين انطلقوا هنا عند الرسبون بسرعة، انتم برضو ساعدوهم انطلقوا للرسبون هناك. يلا يلا شوفوا الشجار، يلا وروني شطارتكم. ساحر لايف ممتاز. شوف الرعب اللي جايهم. طيب فيك تعديهم وتروح، وين رايحة وين رايحة؟ ثبتهم، خذ انطلق هناك، ممتاز. اضرب، امسح لي وجهها بالله. تنانين معدي، اوه يا التنانين، اوه يا الدراجونز. يا حبيبي انت كيف تقول لي اخسر وانا عندي هذه المخلوقات العظيمة؟ كيف تقول لي اخسر؟ 33 ثانية، يلا بسرعة 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 تنين، بسرعة بسرعة شيل القاعدة. انتم في الغالب. طيب انتم ساعدوهم، قاتلوا قاتلوا معاهم. طيب اتوقع ما راح يمدينا نحشرهم في الزاوية الصراحة، لأن ودي أنفخ نار، فهمتوا الفكرة؟ ودي كذا إن كل تنانيني تبدأ تنفخ نار في نفس الوقت. طيب شايفينهم مختفين؟ لا. طيب أول شيء شيلوا لي القائد، اسكوا لي القائد كلكم، كفوا خوتك فيه. حلو، أنتم انزلوا هنا، وأنت الثاني انزل هنا على التجمعات، أهم شيء التجمعات، التجمعات. حلو حلو، الأسهم هذول هم اللي بيتعبوننا الصدق. طيب أنتم خلصتوا؟ 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 هيا تعالوا هنا بسرعة بسرعة بسرعة، ساعدوا التنانين.
حلو، يبغى لنا تنين هنا، تنين هنا بسرعة. انفخ نار بالله، انفخ نار. قائدهم ودع، خلاص جالس يودع قائدهم. حلو، ثم انزل انزل. حلو حلو، لو نقدر ننحشهم. اوكي قائدهم زبن. لا 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 تنزل، لا تنزل. انفخ نار، انفخ نار. وانت قدامكم فوق، انفخ نار على التجمعات. وين الثاني؟ انفخ نار على التجمع هذا. حلو، وانت انفخ نار. انت وينك اصلا؟ انفخ نار على التجمع ذا. يلا حلو، انزل هنا. حلو حلو. تقول لي اخسر، تقول لي اخسر. كيف تقول لي اخسر؟ انت وجهك، كيف تقول لي اخسر؟ بالله كيف تقول لي اخسر؟ يلا دراجونز ما يمزحون. يا اهبل يا قائد تحرك، واقف هنا شو تسوي؟ وانتم شو تسوون؟ تحركوا، وانتم تحركوا. يلا على طول اشتبكوا، اشتبكوا على طول، اشتبكوا. أربعة كذا تقدموا هنا، ثلاثة كذا تقدموا. يلا انت لا انطلق هنا. حلو القائد بسرعة، نحتاج سحرك. هذا باقي فوق. يلا أربع ثواني نعطيه نفخة نار. التنانين بدأت تنجلد، هذا اللي أنا ما كنت أحسب حسابه. نار بسرعة. حلو، وصلت أول التعزيزات. انزل انزل عليهم شارج. قائدي تقدر تهيئ من محلك؟ لا، بسرعة يا قائد بسرعة، اركض اركض اركض. نعطيه هذا اللي تزود سرعته. حرك 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 حرك، انحش انحش. انت تعال هنا بسرعة. حلو 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 حلو، وصلوا وصلوا. اتوقع نقدر نهيل هنا. ايوه نقدر نهيل. حلو، هيل للتنانين يا حلو، ممتاز ممتاز. وقف لي الهبل ذول، ضربوهم بلسهم بسرعة بسرعة، وجه لوجه ضربوهم. انسحبوا 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 انسحبوا. هنا 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 بسرعة. وصل القائد. اكسبلوجن. حلو هنا بالله. حلو 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 حلو، ان شاء الله ما نخسر. في التنين ذا شوي اكل تبن، ازبن. خلاص خلاص ازبن شوي. في التنين هنا يطير شكله ذا، انسحب ورجع. خلاص انكسروا. باقي تجيهم تعزيزات، تشوفون. خلاص خلاص كسرناهم كسر. لو اني كنت مهاجم على المدينة افضل، بس انا كان ودي اشيل الجيش اللي ابو كلب ذا الضعيف اول شيء، عرفته بسرعة عشان احشرهم عند الريسبون ذا. وكفو كفو، والله ادينا اداء جميل جدا. لكن السؤال الان، هل الجيش اللي جوا المدينة الجيش النخبة؟ لاني ترى حشرتهم على الحدود، فاول ما ينكسرون ينسحبون على طول، فبيكونوا متعافين باقي. فما ادري كيف الوضع الصدق، هل تدمج كثير منهم ام لا؟ هذا شيء يجب ان نتأكد منه. طيب كم باقي منهم؟ 850. لا لا والله حلو، تدمج منهم كثير. بنحاصرهم ونشوف، اذا بدون خسائر كويس، بخسائر بنقعد نحاصرهم، نحشرهم جوا المدينة يقدرون يتدمجون، يجيهم اترشن. دراغونز تنينين 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 العظيمة. كفو كفو يا قائدنا، شو اسمك؟ تالسيون تالسيون. يلا يلا ما خسرنا شيء، والله شايفين جيشهم متعافي، خسر نص بس. يا ابويا. حلو، بدون خسائر، بدون ما نخسر وحدة، لكن خسائر فيه والله، يعني الدمج ذا. خذ الشجرة، ممتاز 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 ممتاز. طيب نقدر نعطيها مين هذه؟ هل نقدر نعطيها حق جراند كثاي؟ جنجل تشان؟ لا والله ما تشمها حتى. طيب وين هذا؟ نعطيه اياها. مو جنجل تشان داي، مدري وش ذي.
خذها وعطني الفلوس اللي معك، الصراحة ما منك أي فايدة أنت. ممتاز، وأنت نبيك ترجع، تعال وقف هنا عشان تنتقل جوا الشجرة. طيب حلوين كذا، فلوسنا 500,000. أتوقع الدورة الجاية راح يبدون الكيس دورف يجونا. الدورة الجاية الكيس دورف راح يبدون ينتشرون في العالم. طيب الحلقة الجاية نخلي بدايتها معركة أوراين. خلينا نشوفها، سهلة بتكون جدا سهلة، جيوش كثيرة بس بتكون إن شاء الله إنها سهلة. طيب يعطيكم العافية على المتابعة يا شباب، أتمنى المقطع أعجبكم، لا تنسوا دعم القناة ودعم السلسلة. كان معكم أخوكم حمد توقيم ورحمة القحطاني من قناة أريبيان ليجن، والسلام عليكم.